بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نقلب فيه معكم صفحات صحفنا المحلية ونطل عليكم بنافذة أخرى لأبرز ما أوردته من تقارير قبل الانتقال للصحف العربية والعالمية. ولكن قبل البداية، جولة مع أبرز عناوين اليوم. النصر وبوشر وجها لوجه في نهائي أسرع دوري للهوكي في السلطنة. منتخبنا الوطني الأول يواصل تحضيراته في معسكره الخارجي بإيرلندا. توفيق مخلوف يفجرها، مسؤول الرياضة الجزائرية سبب انتكاستنا في الأولمبياد. البحرين تتغنى بصدارة العرب في ريو. هاتريك باكا ينتصر للروسونيري ونيرا توزوري ديبور في كارثة. أهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو السيد ملك بن شهاب آل سعيد، تختتم اليوم منافسات بطولة دوري الهوكي عندما يلتقي فريقي النصر وبوشر عند الساعة 8 مساء على ملعب التراتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. صحيفة عمان قدمت النهائي تحت عنوان: اليوم يختتم أسرع دوري في السلطنة. وكان الفريقان النصر وبوشر قد صعدا للنهائي بعد أن حقق نتائج شكلت مفاجأة للمتابعين، خاصة بعد إبعاد أهل سداب عن المنافسة وهو حامل اللقب. ومن ثم خرج السيب من المنافسة على الرغم من الفوز على البطل السابق. من جهة أخرى، ستقوم القناة الرياضية ببث مباشر للقاء مساء اليوم. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الخارجي الذي بدأه في 17 من هذا الشهر في مدينة كورك الإيرلندية، حيث يستمر هذا المعسكر حتى نهاية الشهر الحالي بقيادة مدربه الإسباني خوان لوبيز كارو. صحيفة الوطن تابعت آخر أخبار المعسكر ونجوم الأحمر لتعنون قائلة: منتخبنا الوطني الأول يواصل ميرانه صباحا مساء وحالة الفارسي في تحسن مستمر، حيث تسير التدريبات وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب في هذا المعسكر بعيدا عن أي مطبات تعيق الحصول على الهدف المنشود. ويخوض منتخبنا مساء غد أول لقاء ودي، وذلك أمام نادي كورك سيتي، فيما يخوض اللقاء الثاني بذات التوقيت أمام نادي ليميرك على ملعبه وبين جماهيره مساء الجمعة. من جهة أخرى، يخضع نجم منتخب نعيد الفارسي إلى مرحلة من العلاج الطبي والتأهيل على يد الجهاز الطبي، حيث تعرض الفارسي لإصابة في الساق جراء مشاركته مع فريقه فنجة بلقاء ودي أمام مسقط في وقت سابق. وتشير المؤشرات إلى أن حالته في تحسن مستمر ووصل إلى وضع أفضل بكثير في زمن قياسي عقب الإصابة. نبقى مع أخبار منتخبنا الوطني، فقد قلبت صحيفة الشبيبة ذكريات حارس منتخبنا الوطني الأول أحمد الرواحي مع معشوقته كرة القدم، وبدت وبدايته لتخرج بعنوان على لسانه تقول فيها: أحمد الرواحي بدأت مهاجما ثم أصبحت حارسا للمرمى. حيث قال الرواحي: في بدايتي مع كرة القدم كنت ألعب مهاجما، ومن ثم تم التحاقي بمنتخب البراعم عن طريق أحد الأشخاص القريبين، وهو من قام بترشيح للانضمام لمنتخب البراعم كمهاجم. وأضاف قائلا: حقيقة عند انضمامي لمنتخب البراعم ونتيجة لمستوى الطول، طلب مني المدرب سالم عزان الذي كان يومها مدرب منتخب البراعم والمدرب عوض سبيت مدرب الحراس بسبب الطول أن أكون حارس مرمى لمنتخب البراعم. في بداية الأمر كنت رافض الفكرة، ولكن بعد المشاورات مع الأهل والأصدقاء من اللاعبين اقتنعت وتقبلت الفكرة ووافقت واستمريت مع منتخب البراعم ثم منتخب الناشئين الذي حصلت خلاله على لقب أفضل حارس مرمى في خليج 2010 في الكويت، ثم منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي والآن المنتخب الأول.
في أقل من أسبوع يعلن ناد آخر تجميد نشاط الكرة بسبب العجز المالي أيضا. فبعد الطليعة أعلن الكامل والوافي تجميد نشاط كرة القدم. صحيفة عمان تابعت حيثيات القرار لتخرج بعنوان قالت فيها: الكامل والوافي يجمد نشاط الفريق الكروي الأول للموسم المقبل. وأكد راشد بن حمد السنيدي المشرف الرياضي بنادي الكامل والوافي أن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بتجميد نشاط فريق كرة القدم الأول اتخذ بعد عدة مشاورات تناولها مجلس الإدارة بسبب عدم وجود مخصصات مالية لصرف الرواتب على الجهاز الفني واللاعبين ومصاريف المباريات التي تلعب خارج الولاية. وذكر بأن الإدارة تولدت لديها القناعة التامة بأنه لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار منذ أن انتهت بطولة الدوري الموسم الفائت، فلا توجد موارد لخزينة النادي، وبالتالي قرار مجلس الإدارة تجميد النشاط الرياضي بالفريق الكروي الأول في ظل الظروف التي يمر بها النادي. اختتمت أمس الأول بطولة كأس مهرجان صلال السياحي 2016 لكرة القدم، والتي نظمتها اللجنة المنظمة لمهرجان صلال السياحي بعدما رعي المباراة الختامية سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب أمين عام مجلس الوزراء. صحيفة الوطن أبرزت تتويج الزعيم الضفراوي بالبطولة لتكتب في عنوان قالت فيها: ظفار يتوج بكأس كرة القدم لمهرجان صلال السياحي، حيث توج فريق ظفار بلقب بطولة كأس مهرجان صلال السياحي إثر التغلب على منافسه فريق مرباط بنتيجة 3-1 في ختام البطولة التي جرت أحداثها على ملعب مجمع صلال الرياضية. وكان قد شارك في هذه البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 20 من أغسطس الجاري أندية محافظة ظفار ممثلة في نادي ظفار والاتحاد والنصر ومرباط وصلالة، بالإضافة إلى منتخب الشباب. أكد العراقي عبد الأمير أحمد المعروف بأموري أن صحار لديه جمهور كبير شغوف بالساحرة المستديرة ويريد نتائج ولا يهمه ما يدور في أوساط الفريق. صحيفة عمان تابعت تصريحات المدرب الجديد للتماسيح لتخرج بعنوان على لسانه: أموري صحار لديه جمهور يريد النتائج، وعلينا توفير الاستقرار للفريق. فقد أورد أموري في تصريحه لمنتدى جماهير صحار وقال: أسعى لتوظيف خبرتي في مجال التدريب وتوفير اللياقة البدنية العالية لعناصر الفريق التي هي حجر الزاوية والأساس للنمو في الجانب المهاري، وهدفي عمل رديف أساسي يكون جاهزا في دكة البدلاء. وأضاف: صحار سيكون رقما صعبا لفريق الدوري والدورة التنشيطية التي سنخوضها إلى جوار الصحم والخابورة والسويق، أريد عبرها اكتشاف أخطاء الفريق لأن الهدف كسب لاعبين جديدين محليين. نعمل بصمت وعلى الآخرين أن يتركوننا في حالنا، لا نحب الضوضاء، وكل أملنا تحقيق طموحات جماهيرنا. سددنا أكثر من 70,000 ريال لفاتورة الكهرباء والماء، ودفعنا 60,000 كدين. هكذا بدأ وهيب الغيلاني القادم بأعمال رئيس النادي بصور حديثه لعمان الرياضي، والتي عنونت على لسانه قائلة: الغيلاني نعمل في صمت وعلى الآخرين أن يتركونا في حالنا. وقال الغيلاني: طموحنا العودة السريعة لدوري المحترفين، وذلك من خلال فترة الإعداد المبكرة وتعزيز الفريق بلاعبين محليين وأجانب. وقد أسندت مهمة مدير الفريق الكروي لصلاح عبد الرحمن والإداري خميس الجابري والمشرف الكابتن عصام فايل. وكإدارة نحن عازمون على الصعود إلى دور المحترفين، ونسعى أيضا إلى إقامة معسكر خارجي إذا سمحت الظروف، وكل الأمور حتى الآن تسير حسب ما خططنا له، وأملنا أن نكلل جهودنا بالنجاح الذي يراود جماهيرنا الوفية. اختتمت عمان للإبحار النسخة 3 والأبرز من بطولة عمان للإبحار الشراعي التي أقيمت الأسبوع الفائت خلال الفترة من 14 وحتى 18 من أغسطس في ولاية صور. صحيفة الشبيبة أغطت بعنوان قالت فيها: ختام ناجح لبطولة عمان للإبحار الشراعي في صور، حيث أثمرت هذه البطولة عن سطوع
نجم أربعة أبطال شباب سيكون لهم شأن كبير في مسيرة السلطنة في رياضة الإبحار الشراعي محليا ودوليا، وشارك في البطولة حوالي 65 شابا وشابة تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 سنة من مختلف مدارس الإبحار الشراعي في السلطنة، وخاضوا 5 أيام من السباقات الحافلة بالتحديات في ظل ظروف جوية متقلبة. اختبرت لديهم مهارات كثيرة مثل التحكم في القارب والتأقلم مع الظروف وانتهاز الفرص والصبر وغيرها من المهارات الضرورية للتميز في منافسات الإبحار الشراعي. وبلغ مجموع السباقات التي خاضوها حوالي 39 سباقا في 4 فئات. أما الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعدها لنا عودة لاستكمال ما تبقى من عناوين. أهلا بكم، والآن جولتنا في الصحافة العربية والتي نبدأها من دولة الكويت الشقيقة التي ما زال الوسط الرياضي فيها يترقب نهاية حلقات الخلاف بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية والذي تسبب في تجميد الرياضة الكويتية. صحيفة القبس أشارت إلى أن الأولمبية الكويتية دعت الحكومة في بلادها للجلوس والاحتواء من أجل الخروج بقانون لا يتعارض من الأولمبية الدولية ويكفل فك الحظر. نتابع. بعد رفضها القانون الرياضي الجديد، وفيما ينتظر أن تتخذ وزارة الشباب وهيئة الرياضة غدا قرارا بحل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، حسب معلومات حصلت عليها القبس، دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الحكومة إلى حوار متواصل من أجل البحث عن حل لأزمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة أنه لا جدوى من التمادي في الصراع وأن الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الرياضيين. وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي في بيان له في وقت متأخر السبت: الوقت حان لوضع الخلافات جانبا والعمل معا من أجل مصلحة الرياضيين، خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية. وتابع: لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معا لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من أجل صالح الرياضيين، وكلنا أمل في أن توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا حتى نحقق هذا الأمر. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية 34/2016، معتبرة أنه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور. وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015 بالكويت بسبب مزاعم تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي، وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 والتي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
من الكويت إلى السعودية، فقد تعرض فريق الشباب السعودي لصفعة مع انطلاقة منافسات دوري عبد اللطيف جميل، حيث أصبح مطالب بدفع مبلغ 20,000 دولار. صحيفة الرياض ألقت الضوء على العقوبات التي قد تصدر بحق النادي لتعنون قائلة: فيفا يهدد الشباب بخصم 6 نقاط والأجانب يشكون النادي. وتلقت إدارة نادي الشباب خطابا من الاتحاد السعودي متابعة لخطاب الاتحاد الدولي الفيفا حيال قضية الوحدات الأردني، والتي تطالب فيها النادي بتسديد الدفعة المالية الأخيرة من انتقال المدافع طارق خطاب إلى الشباب عام 2014، والتي تبلغ قرابة 200,000 ريال وليس 20,000 مثلما ذكرنا سابقا، وهي مستحقات منذ عامين. وتضمن الخطاب أيضا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الشباب في حال عدم إيفائه بالمبلغ المطلوب، ومنها خصم 6 نقاط من نقاطه في دوري جميل للمحترفين. من جهة أخرى، توجه الثنائي الأجنبي المحور الأورغواياني دييغو إرساميندي والجناح البرازيلي رافائيل دادا سيلفا الشهير برافينيا إلى الاتحاد الدولي لتقديم شكوى ضد الشباب للمطالبة بباقي مستحقاتهم المتأخرة. تتوحد الجهود في السعودية هذه الأيام من أجل مساعدة الأخضر على استعادة مجده وبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد 10 سنوات عجاف مر بها المنتخب السعودي يوم أمس. حضر تدريب المنتخب نخبة من نجوم الزمن الجميل وعدد من الإعلاميين الذين اتفقوا على الاصطفاف خلف الأخضر بحسب صحيفة الرياض. نتابع. قال رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد: سعيد جدا بالتجمع بين اللاعبين السابقين والإعلام ولاعبي الأخضر، وهذا مبعث تفاؤل بالوقفة الصادقة مع منتخب الوطن في الفترة التي نحتاج جميعا أن نكون يدا واحدا لدعمه لنصل إلى ما نريد بالتأهل للمرة الخامسة لكأس العالم، مشيرا إلى أن الجماهير لا تحتاج لأي دعوة. وقال: نحن نثق فيهم، والمرحلة تحتاج تضافر الجهود من المدرب واللاعب والإداري والمشجع، لأننا نريد إنجازا جديدا للوطن ويجب أن يتحقق إن شاء الله. ورفض عيد التحدث عن الأمور الفنية وقال: هذا أمر يخص المدرب الهولندي بيرت مارفيك، فهو صاحب الصلاحية في كل جانب فني يخص الأخضر، لذلك أي استدعاء للاعبين أو إبعاد يخصه لأنه الأدرى والأعرف بما يحتاجه في الفترة المقبلة. وقال المهاجم السابق ماجد عبد الله: يجب عند إحضار أي مدرب أن يأخذ الوقت الكافي وأقل شيء عامان، لأنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير في وقت سريع، وبعد عامين يمكن تقييم عمله، وهذا هو الصح. ومع المدرب مارفيك سيكون الوضع أفضل لأن له فترة جيدة مع اللاعبين. وعن غياب المهاجمين عن التسجيل قال: أي مهاجم يجب التسجيل، ولكن الأهم الأداء الذي يقدمه، أما التسجيل يأتي مع الوقت والتمركز الجيد، ويجب أن لا يفكر أي مهاجم بذلك لأنه سيكون قلقا طوال المباريات التي يلعبها، ولكن يدخل للمباراة والتفكير بماذا يقدم من مستوى وليس التسجيل الذي سيأتي مع المستوى الجيد. والمباريات الودية مطلب للمنتخب السعودي على الأقل 3 أو 4 مباريات قبل أي بطولة، لأن مباريات الأندية تختلف فيها المدارس التدريبية عكس المنتخب. سيكون برنامج الأخضر المغادرة إلى الدوحة عصر اليوم الاثنين والتدريبات في ملاعب سباير، ويفكر الاتحاد السعودي بمواجهة العراق مرتين في كوالالمبور في حال أصر الاتحاد العراقي على خوض مباراة الأخضر المقررة في السعودية على ملعب محايد لعدم إرهاق البعثة بعدما تلعب مباراة الإياب مع تايلاند القريبة من ماليزيا. لم يصدر عن نادي النصر أي توضيح رسمي حيال الأنباء التي تحدثت عن خلاف بين قائد الفريق حسين عبد الغني من جهة ومدير الكرة بدر الحقباني والمدرب زوران من جهة ثانية على خلفية مباراة النصر والاتفاق. صحيفة الجزيرة السعودية تابعت ما يتداوله النشطاء لتعنون قائلة: عبد الغني يثير الفوضى في النصر من جديد. وكان عدد من جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا بشدة بعد المباراة أداء القائد النصراوي في اللقاء الذي خسره النصر بهدف، في حين توقعت مصادر قريبة من النادي العاصمي حدوث استقالات قريبة في إدارة الكرة إذا لم تقم إدارة النادي بتدخل حاسم يوقف الخلافات.
طالب الكاتب مشعل القحطاني في عموده المنشور في صحيفة الرؤية الإماراتية اليوم بضرورة التعلم من الرياضة الباكستانية التي تفوقت في الألعاب الأولمبية على دول تفوقها في الإمكانات المالية. نتابع. بين الحين والآخر أتوق إلى البحث عن أسماء الأبطال العرب في الأولمبياد الذين سيخلدون ذكرى لا تنسى لهم ولبلدانهم وشعوبهم. بحثي لن يستمر طويلا لأن متوشح الذهب على أصابع اليدين. وعندما نعود إلى كل المشاركات العربية في تاريخ الأولمبياد سنجد أن الاعتذار ثقافة تصاحب الأولمبياد، وأن إطلاق الوعود أصبح روتينا يمارسها أصحاب السلطة الرياضية لامتصاص الغضب الشعبي والإعلامي. وفي اعتقادي أن تفكيرنا في صناعة أبطال وما هي البرامج التي ستوضع لهم والخطط العلمية والعملية مضيعة للوقت، لأن الكلام أكثر من الأفعال على أرض الواقع. هناك دول صغيرة وأقل من إمكاناتنا بعشرات المرات، ولا تكاد تخرج من أي دورة أولمبية بدون حصد 10 ميداليات على الأقل. وسأضرب المثل بكازاخستان التي حققت حتى كتابتي لهذا المقال أكثر من 17 ميدالية، من بينها 3 ميداليات ذهبية. هم أصبحوا يتقدمون في الرياضة لأنهم يعملون بصمت وبدون ضجيج، وعندما يخطئون تكون ثقافتهم الاعتذار ويحملون هما بإسعاد شعوبهم في مثل هذه الكرنفالات الرياضية الكبرى. العرب سيكون لهم شأن كبير في الأولمبياد مستقبلا، ولكنهم يحتاجون إلى صناعة الإدارات الرياضية حتى يصنعوا أبطالا أولمبيين داخل الوطن وخارجه إن تمت الحاجة لذلك. لكن تخرج الأبطال يحتاج إلى تأسيس البنى التحتية وتكوين لجان عمل تعمل ليل نهار وتكاتف من أكثر من وزارة، إضافة إلى وضع الرياضة أولوية استراتيجية. وإلا دعونا نتابع المنافسات فقط بدون حاجة إلى حساب عدد الميداليات. إلى البحرين، حيث تغنت صحيفة الأيام البحرينية بما حققه وفد المملكة المشارك في الألعاب الأولمبية التي اختتمت في مدينة ريو دي البرازيلية، بعدما احتفلت البحرين بالمركز الأول عربيا على مستوى ألعاب القوى لتخرج بعنوان قالت فيها: البحرين تنهي مشاركاتها في أولمبياد ريو بإنجاز تاريخي، حيث أنهت البعثة البحرينية مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وذلك يوم أمس الأحد، والذي كان اليوم الأخير للدورة. ولم يشهد اليوم الأخير أي ميداليات إضافية للبعثة البحرينية، لتكتفي بميداليتين فقط، وتحديدا رياضة ألعاب القوى تمثلت في ذهبية للعداء روث جيبت في مسابقة 3000 متر موانع، وفضية للعداء يونس كيروا في مسابقة الماراثون. وتعتبر هاتان الميداليتان تاريخيتين للبحرين في ظل السجل السابق بالدورات الفائتة، حيث لم تتمكن البحرين من تحقيق ذهبية أو فضية في فترة سابقة، كما أنها الدورة الأولى التي تحقق فيها البحرين ميداليتين. إلى المغرب، حيث خيبت علامات الحسرة والخيبة غلاف صحيفة المنتخب الصادرة اليوم بعد التراجع الفظيع الذي ألم بالرياضة المغربية، بعدما اكتفت بميدالية وحيدة فقط في أولمبياد ريو البرازيلية لتخرج بعنوان تقول فيها: ميدالية يتيمة لرياضة سقيمة. فكما كان الحال بأولمبياد لندن قبل 4 سنوات، خرجت الرياضة المغربية مجددا من الألعاب الأولمبية المنتهية أمس الأحد حد بريو دي جانيرو بميدالية وحيدة، وهي برونزية لمحمد ربيعي. وفي وقت أنقذت فيه الملاكمة ماء الوجه، تخلفت ألعاب القوى لأول مرة منذ 32 سنة عن الصعود للبوديوم. أما الآن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، وبعدها لنا عودة لاستكمال ما تبقى من عناوين. ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا في الصحافة العالمية من إيطاليا، فقد أبرزت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت على صدر غلافها الصادر اليوم بداية مشوار قطبي مدينة ميلان الإيطالية الإنتر والميلان رحلتهما في الدور الإيطالي، لتخرج بعنوان تقول فيها باكا يسحق ودي بوير ينهار، حيث أحرز النجم الكولومبي كارلوس باكا 3 أهداف هاتريك قاد بها فريقه ميلان لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي. وقالت الصحيفة باكا ينتقل من قائمة الانتقالات إلى تحقيق هاتريك في الجولة الأولى قبل أن تعرج الصحيفة إلى تذوق فريق أنتر ميلان مرارة الهزيمة في أول مباراة لها تحت قيادة مدربه الجديد فرانك ديبور، والأولى أيضا في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بعدما منيت مرماه بهدفين نظيفين من كيفو فيرونا. وقالت الصحيفة كارثة في نيراتزوري وانهيار في المباراة الافتتاحية لدي بوير، الإنتر بدون أي قوة أو خطة أو أفكار على أرض الملعب. من إيطاليا إلى إسبانيا، فالموهبة الإسبانية ماركو أسينسيو لا يزال يظهر نجاحا كبيرا بعد عودته لمدريد، فبعد أن سجل هدفه الأول مع الفريق في نهائي السوبر الأوروبي عاد مرة أخرى ليسجل هدفا بصورة رائعة أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الليغا الإسبانية، قاد به النادي الملكي للفوز بثلاثية نظيفة. صحيفة ماركا تغنت بأداء النجم الواعد لتعنون قائلة الساحر أسينسيو، حيث واصل القادم محادثا للنادي الملكي ماركو أسينسيو تألقه الكبير رفقة النادي الملكي بعد مشاركته كأساسي في المباراتين الأساسيتين للملوك منذ بداية الموسم. وقالت الماركا باستحقاق ريال مدريد تفوق على سوسيداد في ملعبهم، وماركو يخرج هدفا جميلا من قبعته ويواصل سحره مع النادي الأبيض الذي كان ممتعا للغاية في باكورة جولات الليغا قبل أن تعرج الصحيفة إلى تألق الويلزي غاريث بيل في اللقاء بعدما دون هدفين للميرينجي. من إسبانيا إلى بريطانيا، حيث حضر أكثر من 55 ألف مشجع إلى ملعب لندن الأولمبي وهو رقم قياسي في تاريخ وستهام يونايتد لمشاهدة الأخير وهو يحقق الفوز في أول مباراة له على ملعبه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صحيفة التلغراف أبرزت هدف ميخائيل أنطونيو لتكتب في عنوانها ولد المطارق يكتب التاريخ، حيث تمكن وستهام من تحقيق فوز مهم على ضيفه بورتموث بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقالت الصحيفة يدين المطارق بهذا الفوز إلى ميخائيل أنطونيو الذي سجل الهدف الوحيد من ضربة رأسية قبل 5 دقائق على نهاية المباراة، وهو الذي أدخله التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب يسجل في الملعب الجديد. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى كاريكاتير اليوم والذي اخترناه لكم من الجزيرة السعودية والقبس الكويتية والأيام البحرينية. دعونا نذهب إلى جولة لعدسة الصحافة لليوم. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، نتمنى لكم نهارا سعيد، في أمان الله.